مساءكم سعيد مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا جميعا. تحت رعاية السيدة الأولى دكتورة مريم بنت الداه، انطلقت أمس بقصر المؤتمرات فعاليات حفل افتتاح مؤتمر تعزيز ريادة المرأة من أجل السلام والتنمية المنظم من طرف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم اليليسكو بالتعاون مع وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة ومركز محيط للتنمية وقضايا المرأة والسلم. وعلى هامش الملتقى تم تقديم درع المنظمة العربية للثقافة والعلوم للسيدة الأولى تقديرا لجهودها في قضايا المرأة، تسلمته نيابة عنها وزيرة العمل الاجتماعي. كما تم تقديم شهادات تكريم لبعض النساء السياسيات والرائدات في مجال الأعمال. حول هذا الموضوع مشاهدينا الكرام نستضيف لكم كل من الدكتورة مكفولة منتاقاط رئيسة مركز محيط للتنمية وقضايا المرأة والسلم. أهلا وسهلا بك دكتورتنا وضيفتنا الكريمة. ومعنا كذلك الأستاذة كوثر الجوعان، محامية مؤسس ورئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام بالكويت. أهلا وسهلا بك ضيفتنا الكريمة. أهلا فيكم، حللتي أهلا في بلدك الثاني موريتانيا. شكرا. معنا كذلك الأستاذة نادية التركي، رئيسة ومؤسسة الأكاديمية الدولية للإعلام والدبلوماسية بلندن. أهلا وسهلا بك ضيفتي الكريمة. شكرا. ونرحب بك في بلدك الثاني أيضا موريتانيا. شكرا لكم. مشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ بالنقاش مع الضيوف الكرام الأستاذات والدكتورة، نبدأ بهذا التقرير التمهيدي ثم نعود. للإسهام في خلق بيئة مناسبة لتنفيذ التزامات الدول العربية تجاه المرأة ووضع إطار للتفكير والتبادل يجمع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، يتنزل هذا الملتقى الذي يهدف لتعزيز ريادة المرأة من أجل خلق حركية مجتمعية مناصرة لمشاركة النساء في عملية التنمية على المستوى الإقليمي. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار التزام المنظمة بالعمل مع الشركاء على تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن في المنطقة العربية، وذلك من أجل إبراز أهمية دور المرأة في حياة مجتمعها المعرفية والوظيفية لتمكينها وجعلها محور السياسات التنموية. تنظيم النسخة الأولى من هذا الملتقى خلال السنة الماضية انعقد تحت عنوان تمكين المرأة العربية المبدعة، كما سيشكل فرصة لإبراز دور المرأة في مجال العلاقات الدولية حتى يتسنى لها أن تسهم في الجهود المحلية والدولية المبذولة لضمان السلم العالمي وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أبدأ معك يا دكتورة مكفولة، مرحبا بك وسهلا مرة أخرى. بداية ضعينا في الصورة وأيضا المشاهدين الكرام بالنسبة لهذا الملتقى اللي تم انعقاده أمس، أهم ما تناوله المؤتمر. نعم تمام. أشكر تلفزيون موريتانيا بادئا لبدء على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن هذا الملتقى الهام والاستضافة هام ضيفتين من مجموعة الضيوف المهمات كلهم للحديث معهن حول ملتقى تعزيز ريادة المرأة بالسلام والتنمية المستدامة. الحقيقة أنه هذه تجربتنا الثانية لعقد مؤتمرات دولية تخص المرأة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وبرعاية من وزارة الثقافة، وهذه السنة كانت أيضا وزارة المرأة شريكة معنا في هذا الحدث. اخترنا السنة الماضية كما ورد في التقرير أن نكون تحت عنوان تمكين المرأة من خلال الإبداع النسوي، وركزنا أساسا على النساء المبدعات في مجال الرسمي والفنون التشكيلية والسينما والشعري والموسيقى. هذه السنة اخترنا أن تكون التنمية المستدامة هي المجال أو الموضوع العام الذي نريد أن ندخل منه كمدخل لتمكين المرأة، والعنوان دائما يظل تمكين النساء
من خلال أدوارهن، من خلال كيف يمكن لهن أن يسهمن في هذه المواضيع. اخترنا التنمية المستدامة طبعا هذا العام والسلام كموضوعين أساسيين لتنمية المجتمعات، للنهوض بالمجتمعات، لعيش المجتمعات في أمن وسلام، ولا يمكن كل ذلك إلا من خلال دور المرأة. لذلك ركزنا على أنه يكون مؤتمر نسائي، حضرت فيه قامات نسائية كبيرة جدا على رأسهم وزيرة الثقافة في تونس الشقيقة، مع بعض القامات العلمية والدكتورات المهمات بما فيهم الضيفتين موجودتين معنا الآن. وتناولنا الموضوع على عدة جلسات وعلى عدة محاور. نحن نستهدف أنه هذه الجلسات العلمية التي تتناول هذه الأبحاث التي تأتي بها الضيفات وتقدمها أن لا تبقى مجرد حبر على ورق. السنة الماضية خرجنا بشبكة النساء المبدعات، وهي شبكة تم الإعلان عنها تحت مسمى إعلان واكشوب للنساء المبدعات، وتم تقديم محتوى هذا الإعلان في مجلس وزراء الثقافة العرب كوضعه استراتيجية لتمكين النساء في مجال الإبداع. هذه السنة أيضا نسعى أنه نخرج بمخرجات سيتم الإعلان عنها لاحقا، تعطي وتقدم الدعم أو القانون أو القوانين التي تمكن المرأة أن تتمكن في مجال التنمية المستدامة والإبداعات في مجال التنمية المستدامة. نظمنا على هامش المؤتمر معرض للإبداع النسوي في مجال التنمية المستدامة عن فتيات موريتانيات لهن أدوار كبيرة جدا في مجال استخراج الغاز من المخلفات، في مجال استخراج الطاقة الشمسية من أيضا مخلفات الإضاءة المرمية يعملون منها، أيضا من خلال تدوير النفايات وعمل منها أدوات زينة وأدوات ديكور، من خلال أيضا تنمية الموارد الطبيعية، من خلال الموارد الطبيعية تحويلها إلى منتوجات أكثر رقي أو أكثر تماشي مع الحضارة. مثلا كان هنالك بسكويت من النبق من منتوجات نسائية، فتيات موريتانيات استطعنا أن يأخذنا النبق ويحولنه إلى بسكويت. كانت هنالك كما ذكرت تدوير النفايات، كانت هناك إبداعات نسائية متعددة في المجال. اخترنا أن نعطيها الفرصة ونسلط عليها الضوء ليتم التعرف عليهن وليتم خلق شراكات لهن مع الضيفات ومع المنظمة نفسها، ومع وليتعرف الآخر على ما هو موجود في موريتانيا من 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 مواهب يمكن أن تحصل على التعريف الخارجي، وهذا أهم شيء. شكرا جزيلا، أرحب بك من جديد الأستاذة كوثر الجوعان، أهلا وسهلا بك من جديد كمشاركة في هذا المؤتمر. أهم ملاحظاتك؟ أولاً أزجي الشكر للدكتورة مكفولة دعوتها لي، وهذه كانت حقيقة فرصة أني أتعرف على موريتانيا، نسمع ونقرأ ونتعرف على الأخوات والإخوة في موريتانيا. الشكر الجزيل لحرم رئيس الجمهورية الدكتورة مريم لرعايتها هذا المؤتمر على أساس يبين مدى اهتمام القيادة بدور المرأة وتنشيطها. حقيقة تناولت أو شاركت في هذا الملتقى بورقة بحثية تتعلق بدور النساء في السلم الأهلي والعدالة الاجتماعية. طبعا هذه الورقة استندت إلى عدة نقول عناوين تناولتها بالتفصيل فيما يتعلق أثار
بعض الأثر على النساء فيما يتعلق سواء بالتربية الاجتماعية، فيما يتعلق بالتعليم، فيما يتعلق بدورها الاجتماعي في المجتمع، أيضا فيما يتعلق بنشر ثقافة السلام. اليوم تشهد المنطقة للأسف الشديد أنواع متعددة من النزاعات والصراعات والحروب والقتل والتنمر، حتى أصبح الطفل الصغير اليوم يتنمر. فبالتالي أعتقد أن يأتي هذا الملتقى في مثل هذا الظرف من موريتانيا الهادئة المسالمة، التي إن شاء الله يكون دائما، وأقول دائما، أحرصوا على أمن واستقرار موريتانيا. في هذا الموضوع الهام تطرقت أيضا إلى قرار مجلس الأمن المتعلق بالأمن والسلام ودور المرأة، وهو القرار رقم 1325 أو 1325، وهو على أساس تشجيع الحكومات على إدماج المرأة في عمليات السلام، سواء من البداية أو في المفاوضات في التقارير اللي يؤخذ بها. لأن مشاركة المرأة اليوم نشوف إحنا النزاعات كثيرة، والمرأة هي المتضررة الأولى من كافة هذه النزاعات، بغض النظر عن الأسباب وبغض النظر عن المسميات. تقولين نزاع، تقولين صراع، تقولين اقتتال، تقولين حرب، تقولين عنف. المهم القلاقل الموجودة في المجتمع من يتحملها، تتحملها المرأة باعتبارها هي أيضا هي اللي تقود المجتمع وتقود الأسرة، وتنشئ أيضا جيل يكون يعني دعائمة هي المحبة والسلام. فبالتالي التركيز على دور التعليم، للأسف الشديد يعني غياب التعليم أو غياب مواد الخاصة بالسلام، بالمحبة، بالتعايش، بالتسامح، مفقودة في كثير أو معظم أو أقول جميع مناهج التربية في عالمنا العربي. وبالتالي يعني أيضا قلت في أو أضفت في هذه الورقة أن نطالب وزراء التربية والتعليم العرب بإدماج ثقافة السلام، مادة ثقافة السلام، في مناهج وزارة التربية من المراحل الأولى حتى المراحل، وتكون إجبارية، مادة إجبارية، كما هي مادة التربية الوطنية التي أيضا فقدت ضوءها في كثير من مناهجنا في العالم العربي. أيضا تضمنت الورقة أنني ناشدت الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط في أحد مؤتمراتنا، وكان هو حاضرا خلال فترة الجائحة عن طريق زوم، كان مشاركا ومؤثرا في هذه المشاركة، أن وضع استراتيجية تتناول وضع المرأة في النزاعات، دور المرأة في مفاوضات السلام، في الشراكة فيما يتعلق بالسلام. نشوف اليوم اليمن، وهناك أيضا لجنة نسائية تتعلق ب أو أنشئت أيضا بقرار من الأمم المتحدة، لجنة نسائية من اليمن تقوم وتشرف على هذه الصراعات. كثيرة هي في أوطاننا العربية، لذا نتطلع حقيقة من هذا الملتقى استثمار الطاقات التي كانت مشاركة، والتي قدمت بحوثا وقدمت آراء وتعليقا، حتى تضيف شيئا جديدا، وإن شاء الله نعيش في مجتمع آمن مسالم إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذة نادية التركي، أهلا وسهلا بك من جديد، أنت أيضا مشاركة في هذا المؤتمر، ما أهم ما لاحظتي وكيف كانت تجربتك هنا في موريتانيا؟ أهلا وسهلا وشكرا بكم على الاستضافة، وشكرا لموريتانيا، وشكرا لصديقتي العزيزة الدكتورة مكفولة على دعوتها الكريمة، وأنها فتحت لي أبواب موريتانيا، لأني منذ فترة يعني كنت أرغب، يعني تعرفت على الكثير من الموريتانيين والموريتانيات الأصدقاء، كنا وكانوا خير سفراء وسفيرات لهذا البلد، فأحببنا موريتانيا عبرهم. وأختي وصديقتي دكتورة مكفولة هي التي دعتنا لهذا المؤتمر. هذا المؤتمر أكثر يعني ما لاحظت فيه تم التعرض لعدة محاور
مهمة جدا، والحمد لله النخبة يعني المشاركة في المؤتمر كانت على وعي كبير بأهم التحديات التي تواجهنا يعني في المنطقة العربية، فتمت إثارة العديد من الأمور خاصة تمكين وتقوية المرأة، تعزيز دور المرأة، البحث في تعزيز دور المرأة في السلام في المنطقة. فتعرضنا لأهم الأهداف التي سنحددها ثم الوسائل المعتمدة، ومن أهم الوسائل التي تعرضنا إليها هي التعليم، واصل لما بدأته الأستاذة كوثر، التعليم، الإعلام، الثقافة والمجتمع. يعني يجب تعزيز ثقافة السلام عبر هذه الوسائل، لأن السلام ليس حالة نصل إليها بعد حرب، ليس شيء هدف نبلغه وانتهى الموضوع. السلام أكبر من ذلك، هو حالة طبيعية يجب أن نحافظ عليها سواء كانت هناك حرب أو هناك الحياة الطبيعية، لأنه ليس شيء مكتسب، يعني ليس هو شيء طبيعي يجب المحافظة عليه، ويحتاج العديد العديد من العمل، ويحتاج إلى تضافر الجهود عربيا. وأتمنى وأتوقع أن هذا المؤتمر الذي كنا في حاجة له كدول عربية سيكون إن شاء الله نواة لبداية التعاون بين كل المؤسسات الحاضرات في هذا المؤتمر، لنبدأ لبناء استراتيجية على المدى الطويل لتعزيز وتمكين المرأة عبر الوسائل التي ذكرت في مجال السلام والتنمية. ولأنه كذلك هنا قلت التنمية، لماذا؟ السلام يتعلق به التنمية، هو السلام في الأمن، يتحقق بالأمن، يتحقق بالاقتصاد، يتحقق بالأمن الغذائي، بالاستقرار. يعني إذا لم يكن الاقتصاد يعني مستقرا لن يكون هناك سلام، إذا لم يكن الأمن متوفرا لن يكون هناك سلام، إذا لن يكون هناك يعني الأمن الغذائي والأمن المائي، والآن من التحديات الكبرى أيضا الأمن البيئي. فكل هذه العوامل تمت إثارتها في المؤتمر وتم التحدث فيها، وإن شاء الله نواة انطلاق لمشروع كبير. متأكدة أن موريتانيا فخورة الآن وستجني ثماره إن شاء الله في المستقبل. لن ينسى التاريخ أن هذا المشروع وهذه الاستراتيجية انطلقت من هنا ومن هذا المركز. بالنسبة لك أنت خلفيتك إعلامية ومؤسسة الأكاديمية الدولية للإعلام بلندن، نعم، كيف وجدت الإعلاميات في موريتانيا؟ يعني وجدت الإعلام، للأسف لم تكن هناك فرصة كبيرة، للأسف أنا جئت يومين فقط، لكن في هناك مش فقط الإعلاميات، خليني أشمل كل يعني السيدات. أنا جلست مع فلة خاصة من الأكاديميات، من الناشطات في مجال يعني في مجال الحريات ومجال المرأة، الدبلوماسيات، في المجال السياسي، كفاءة عالية جدا ووعي كبير جدا. يعني لكنا أن تفخرن ولموريتانيا أن تفخر ببناتها. يعني أنا أعني هذا ليس لأني في موريتانيا، هذه رسالة سأعكسها حيثما ذهبت، لأني سعيدة جدا بهذا المستوى الراقي من الوعي، حتى الرقي يعني في طرح الأفكار وفي مناقشة الأفكار والرد عند السؤال، هناك وعي كبير جدا وهناك رقي كذلك أخلاقي وإنساني لاحظته. ونحن بدورنا سعيدين ونفخر أيضا بهذه الشهادة منك شخصيا. شكرا جزيلا لك. أعود إليك يا دكتورة مكفولة، خلال هذا الملتقى تم عرض فيلم وثائقي، أعطينا تفاصيل عنه. هذا فيلم وثائقي عرضناه عن مركز محيط فقط للتعريف ببعض الأنشطة التي قد قام بها المركز خلال عمره القصير زمانا، يعني اعتبرناه كبيرا من حيث الأداء، وإن كان ما زال طبعا لا شيء يكتمل، وكل وسيظل الأشياء دائما تظل بحاجة إلى زيادة. الفيلم تناول أنشطة المركز التي وأهدافه التي تقوم أساسا على موضوع التعايش، على تثمين المشترك وتقبل الاختلاف، هذه أساسيات
المبادئ التي يقوم عليها مركز. طيب نعود للمداخلات اللي وردت أثناء هذا الملتقى، شنو كانت أهم هذه المداخلات؟ نعم، نحن خلال يومين حصل فيهم الحمد لله على زيادة على 11 مداخلة، وعصف ذهني لا تنتهي، يعني لا تقدم المداخلات فقط وينتهي الأمر. تم هنالك مداخلات عن دور مداخلة السيدة كوثر كانت رائعة جدا، عن أهمية التعليم والتركيز على التعليم سلم كثقافة، السلام كثقافة، وتعليم السلام وفرضه كمنهج داخل المناهج. كانت هنالك محاضرات عن السلام تجاه البيئة، كيف المرء أن يكون مسالما تجاه بيئته كبداية. أيضا كانت هناك محاضرات عن الأمن المائي من خلال السلام، يعني السلام عن بموضوع عدم استنزاف الماء بطرق غير مسؤولة. كانت هناك مداخلات عن الإعلام والسلام، كانت هناك مداخلات عن عدة مداخلات متنوعة شملت تقريبا كل ما يعيشه الإنسان بمفهوم الثقافة بمفهومها العام. الثقافة بمفهومها العام وهي كل ما نعيشه، كيف نستطيع أن نبني السلام من خلال كل ما نعيشه، وأن الدور الكبير في هذا في بناء هذا السلام يقع على المرأة. المرأة هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن بناء ثقافة السلام كثقافة، ثقافة السلام تجاه البيئة، ثقافة السلام تجاه الآخر، تجاه الجار، تجاه المخالف، تجاه المختلف عنك في دينك أو لونك أو توجهاتك أو اعتقاداتك. يجب أن تكون مسالما تجاه الجميع حتى تكون إنسان تحملت الأمانة من الخالق بأن تكون إنسانا تستطيع أن تعطي وتقدم. فالفرق بين الإنسان والحيوان هو أن الحيوان لا يأخذ ولكنه لا يعطي، أما الإنسان فهو بطبيعته قادر على العطاء، قادر على العطاء. فكلما كنت أكثر عطاء كلما كنت أكثر إنسانية وأكثر تقبلا لتحمل الأمانة التي تحملها الإنسان بعد أن ربطتها السماوات والأرض. هذه هي أهداف المركز. ونحن كسيدات اجتمعنا هنا، كانت بيننا اصلا كلنا تقريبا عندها نفس الاهداف، عندها نفس الاهداف بانه اهم شيء انه انت تكون انسان تحس انك عليك مسؤوليات تجاه هذا الكون، عليك مسؤوليات تجاه الكون. اذا كنت اعلاميا يجب ان تكون اعلاميا ناجحا ومسؤولا. والسيده ندى عندها يعني افكار في مجال الاعلام، وقدمت محاضره رائعه جدا عن قضيه التدريب الاعلامي لاظهار الصورة الحسنة للدول، يعني أي دولة، أو حتى الصورة السيئة التي صارت عند العرب بشكل عام هي اشتغلت عليها جدا من خلال أجانب، من خلال مؤسسات أجنبية تشتغل معهم لتحسين صورة الإنسان العربي، تأتي بخبراء أجانب وتترك لهم ليروا كيف نتعامل نحن بطبيعتنا اليومية، ويعملون تقارير عن 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 الشعوب التي زاروها. عملتها في عمان وعملتها في سلطنة عمان وفي تونس. نعم، عملت التجربة، وإن شاء الله نطمح لأن نقوم بمثل هذه التجربة في موريتانيا. يعني تسمحي لي أنه أواصل أبني على كلام دكتورة مكفولة. الأكاديمية الدولية للإعلام والدبلوماسية هي أساسا تصحيح، يعني ما نعمل عليه هو تقوية ودعم الدبلوماسيين والإعلاميين وبنائهم لتعزيز وتصحيح ونقل الصورة الصحيحة عن دولنا. يعني ما يقولوها هم يرسمون الصورة التي يراها الآخر والتي نريد أن يراها الآخر عنا. فهذا هو دور الأكاديمية. وما تحدثت عنه دكتورة مكفولة هو أنه نقوم باستقطاب بعثة معينة تكون من أوروبا أو من بريطانيا، من الغرب يعني، من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي، من بعض المؤسسات الحكومية أو الغير حكومية، مراكز عصف ذهني وأصحاب النفوذ خاصة من المقررين، ونفتح لهم المجال. تعالوا انظروا إلى هذا البلد وشوفوا بأعينكم هذا الشعب،
يعني أنت ما عندما تتحدث عنهم عن موريتانيا مثلا فتسأل، لا يعرفون الكثير عن موريتانيا، فمن دورنا نحن أنه نساهم في نقل هذه الصورة إلى الغرب والصورة الحقيقية أو تصحيح بعض الصور، لأنه أحيانا هناك مفاهيم خاطئة عن دولنا، نظرة نمطية، نظرة نمطية. ولا أتحدث فقط عن موريتانيا هنا، أتحدث عن العالم العربي والإسلامي ككل، لأنه عملت ولفترة معينة منذ أحداث سبتمبر 2001، يعني صارت في شيء اسمه إسلاموفوبيا، فكل من يأتي من العالم العربي كأنه في خلفية في صورة ذهنية عند الغرب. الآن يعني والحمد لله بدأنا ورأينا ثمار هذه الأشياء، أنه عندما ندعوهم تعالوا وانظروا بأنفسكم، فهم بعد ما ينظرون يكتبون ما يرون وينقلون ما يرون. يعني هذا من دورنا. كذلك أنه تدريب الدبلوماسيين، مثلا إذا كانوا دبلوماسيين هنا من بريطانيا، سترسل أنت بعثة إلى الاتحاد الأوروبي أو البرلمان الأوروبي أو الكونغرس أو البيت الأبيض، هو درس هنا، يعني يجب أن يتعرف عليهم عبرهم. فممكن أن نقدمه عن ما نقدمه، ما تقدمه الأكاديمية، هو تدريب كيف تتعامل مع هؤلاء، كيف يفكر هؤلاء، ماذا تتوقع منهم وكيف تجيبهم، سواء إعلاميين أو دبلوماسيين، أو أنت كدبلوماسي أو كإعلامي. وما يعني الشيء الموجود في الدبلوماسية، عفوا في الأكاديمية، والذي أنا كنت أدرس شخصيا، أدرس في الأكاديمية، أكاديمية لندن الدبلوماسية لسنوات، فكان دايما عندي مجموعة من الدبلوماسيين أدربهم كيف يتعاملوا مع الإعلام. بعدين نظرت وجدت أنه كثير من المراكز التدريبية الإعلامية فقط أو الدبلوماسية فقط، وهي تابعة لوزارات خارجية. فكرت قلت نحن في حاجة لدمج هذه الفكرة معا، أنه إعلام ودبلوماسية. فمن هنا جاءت هذه الفكرة، والحمد لله منذ سنوات ونحن نعمل مع عدة مؤسسات حكومية وغير حكومية في المنطقة، عدة سفارات، وزارات خارجية، وزارات أخرى، جهات حكومية، متحدثين رسميين باسم الدولة أو غيره، كتابة الخطابات للرؤساء أو الوزراء، ندرب على كل هذه الأشياء، وإن شاء الله نعمل على أنه يعني نستقطب هذه التجربة مع أختي مكفولة إلى موريتانيا. إن شاء الله نرجو لكم التوفيق. شكرا جزيلا. نعود إليك أستاذة كوثر، رؤيتكم كمؤتمرين من أجل ريادة المرأة، وكيف كانت بالنسبة لك التجربة الموريتانية؟ حقيقة كما ذكرت في البداية، نقرأ ونسمع ونحتك بأخوة وأخوات نلتقي بهم في بعض المؤتمرات، لكن يعني الصورة الحقيقية مهما كانت الصورة اللي نأخذها من لقاءاتنا القصيرة معهم، صورة هي جيدة أو ممتازة، لكن أيضا لا تعفي أو لا يعني تغني أيضا عن معرفة الواقع المباشر. لما أتكلم عن موريتانيا، أتكلم عن جذور العلاقة الكويتية الموريتانية، اسمحي لي، فتعود هذه الجذور المتينة، لهذا كان تشوقي لزيارة موريتانيا وتلبية الدعوة الكريمة، رغم طول الرحلة وصعوبة الرحلة، كان يعني ليس بالسهل يعني، لكن كما قلت اليوم مع في مقابلتنا مع سعادة ومعالي رئيس الوزراء، إن هالصعوبة والرحلة الطويلة تلاشت بمجرد وصولنا موريتانيا بالترحيب العفوي، الترحيب الجميل العفوي بالمساحات المفتوحة في موريتانيا، أيضا تعطيك انطباع عن أهل البلد وصبغة البلد. فطبعا أنا أعرف العلاقات الكويتية بحكم أولا كان عملي بوزارة الخارجية، وأيضا بالمتابعة في علاقات قوية متجذرة كما ذكرت بين الكويت وموريتانيا. أذكر منها يعني وتعود لما أقول متينة ومتجذرة، إن إلى عام 69 يعني كان هناك اجتماع في الرباط، نظمت جامعة الدول العربية على أساس لما استقلت موريتانيا والاعتراف بالجمهورية الموريتانية، كانت الكويت هي ثاني دولة اعترفت بالجمهورية الموريتانية. بعدها مباشرة
بدأت العلاقات الدبلوماسية. صحيح. فتحت السفارة الموريتانية في الكويت عام 78، ثم أيضا الكويت فتحت سفارة في موريتانيا عام 1981، وأصبحت العلاقات يعني تمتاز بالأخوة، وقامت هذه العلاقات تتجدد وتستمر وتستثمر. كانت نتيجتها عقد عدة اتفاقات شراكة وتعاون بين الكويت وبين موريتانيا في مجالات كثيرة، يعني ما في مجال اني انا اذكر، المهم ان يكون في اتفاقيات. في ايضا ليس على المستوى الحكومي، ايضا على المستوى الشعبي عندنا اللجان الخيرية والجمعيات الخيرية وجمعيات الإغاثة الكويتية، فبالتالي هذه يعني بنتابع العلاقات. كان تشوقي فعلا رغم طول الرحلة ومسافة الرحلة وصعود، وأنا أكررها اسمحي لي، يعني كنت أريد أتعرف أكثر عن قرب، فكانت الدعوة الكريمة الحقيقة من أختي الدكتورة بكفولة عن قرب، عن هذا الشعب، عن هذا البلد الطيب، بدون مجاملة. الله يبارك فيك. بدون مجاملة، عارفة، ونتمنى لكم الاستقرار والأمن الدائم إن شاء الله، أنكم تستاهلون الحقيقة. فإذا هذه العلاقات، واليوم أيضا معالي رئيس الوزراء أيضا أكد على هذه العلاقة الكويتية الموريتانية، وقال أيضا هي علاقة متجددة ومتجذرة وتتجدد، يعني الحمد لله. فإذا هذه العلاقات، وفي عندنا أيضا مجموعة طيبة من أخوانا وأخواتنا الموريتانيات في الكويت، يعني في عدد لا بأس فيه، لا أتكلم عن السلك السياسي، لكن عن كمواطنين موريتانيين متواجدين الجالية موجودين في الكويت. هذه الانطباعات اليوم، وأن تتبنى كما ذكرت أختي نادية، يعني مباشرة الاهتمام بهذا الموضوع الهام من طرفكم، يعطي أيضا صدى إعلامي خارجي عن جمهورية موريتانيا اليوم. يعني أعتقد، ما أقول للكل، لكن أقول أن بدأ الصوت الموريتاني في النسائي، أن أتكلم نعم، المدني أيضا يخرج إلى إلى الخارج أكثر بتنوع الشخصيات المتواجدة من دول العربية. يعني كل واحدة منا راح ترجع تتحدث طبعاً. عيناكم سفيرات رسمية فوق العادة. فوق العادة. فوق العادة. فوق العادة. فإذا يعني هذا الانطباع وهذا يعني، بعدين ما كان فقط محاضرات وحشو محاضرات، لا، كان الفن، عصف ذهني جميل. إيه، العصف الذهني، وكان الفن، سهرة البارحة. نعم. التراث. صحيح. التراث. الفلكلور. فلكلور، أيوة، الموريتاني. يعني الموريتاني وطريقة الأكل الموريتاني أيضا، هذه كلها تلفت النظر بالنسبة لنا طبعاً. يعني ما تعودنا عليها، بالتالي أيضا قيمة أخرى مضافة هي مباشرة لما نكون إحنا على أرض الواقع ونشوف هذه، وإن شاء الله نتطلع إلى جسور أكبر وأكبر، جسور تعاون أيضاً بين جميع البلدان العربية. وعفواً، شكراً. أردت أن أشكر، عفواً، أردت بالمناسبة تحدثت عن الفولكلور وعن الأكل وعن الفن، أردت أن أشكر جداً معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة لدعمه لهذا، وكان معانا وكان حاضر في الجلسة، والأمين العام لمنظمة الأليسكو الأخ العزيز دكتور بن عمر، يعني كانوا فعلا، كانوا هما، هو مؤتمر للمرأة، لكن هما كانوا المظلة الحقيقية التي يعني بفضلهم كنا موجودين هنا مع دعم أختنا مكفولة يعني. ونحن أيضا نحيي وزارة الثقافة الراعي الرئيسي لهذا الملتقى. نعم. وشاكرينهم على هذا الانطباع اللي تركوه معاكم. شكرا جزيلا. توماتي كيغارت الدكتورة سفيرات فوق العادة، شكرا جزيلا، ونشكركم على هذه المجاملات وعلى أخلاقكم الطيبة. أعود إليك يا دكتورة بخصوص دائما المقترحات اللي وردت أثناء الملتقى في مجال التعليم ولوجه المرأة إلى آخره. نعم، نحن لأن طبعا التلفزيون أتاحت لنا فرصة لنقول حقيقة هذا المؤتمر،
لولا الرعاية السامية للسيدة الأولى، لولا الدعم الكبير من رئيس الوزراء لفكرة التجمع، لولا الشراكة بين المركزي والألكسو، لولا الإشراف المباشر من وزارة الثقافة والمواكبة والسهر والاهتمام بتفاصيل إنجاحها، لولا أيضا مساهمة وزارة المرأة ما كان تجمع هذا الكم الهائل من النساء المفيدات والأكاديميات الكبيرات، وما كان استطعنا أن نحقق هذا التجمع الهام. بالنسبة للمداخلات قلت لك أنها تناولت كل ما يعني موضوع السلام بمفهومه الواسع، بما يعني السلام كثقافة. والسلام عندما نقول السلام كثقافة، السلام هو ما نريده، ما نطمح إليه، ما نريد أن يكون إنسان ناجح، إنسان متصالح مع ذاته، متصالح مع بيئته، متصالح مع من حوله، متصالح مع الآخر باختلافه مهما كان مختلفا، مواطنا صالحا. نحن في الحقيقة عندما نقول السلام وبناء السلام فنحن نريد أن نبني المواطن الصالح، لهذا ركزنا على السلام خلال التعليم، السلام خلال البيئة، السلام خلال الفن. حتى في مداخلة اليوم تمت عن السلام كما ذكرت لك اتجاه الماء، اتجاه محافظة على الماء، أو اتجاه الماء، ترشيد الماء، ترشيد كل ما حولنا، لأنه الإنسان مسؤول عن كل ما حوله، فيجب أن تكون عنده روح المسؤولية تجاه هذه المعطيات التي مكنه منها الله تبارك وتعالى وجعله سيدا عليها وخليفة في هذه الأرض. نعم، خليفة في هذه الأرض. من خلال هذه الخلافة كيف له أن يتحمل هذه المسؤولية؟ هذا ما دار حوله الحديث خلال هذه يومين، وما دار حوله عصف ذهني. والمداخلات كانت ثرية جدا ومتنوعة، كانت عن قضية المشاركة النساء في عمليات السلام نفسها، في محادثات السلام داخل المجتمعات، لأنه دائما نلاحظ أنه المفاوضات السلام أنها تقيب فيها النساء، ونحن كما تقول اليونسكو المرأة تقيب عندما يرتفع صوت المدافع. فنريد من خلال، وهذا تم من فتره، لا العكس، لانه لم يتم اشراكها، لانه دائما الحروب يصنعها الرجال والسلام يصنعه النساء. هذا هو الطبيعي. والنساء ايضا ضحيه، والنساء ايضا هم اولى الضحايا لاي، لا قدر الله، لاي مشاكل مهما كانت قليله او كثيره. لهذا دمج المراه في قضيه مفاوضات السلام خلال بريزبان سينك، هذا مشروع من المشاريع المتحده صادقت عليه جميع الدول المتحده، ولكن في شعوبنا في دول العالم العربي قليله هي اولئك الدول التي اقامت أنشطة على بخصوص هذا البند من بنود الاتفاقيات الدولية. تناولنا أيضا قضية الرفاه المشترك، وهي استراتيجية تتبناها الحكومة الموريتانية الحالية، النمو المتسارع والرفاه المشترك. ما أهم ما لفت انتباهك من خلال المقترحات اللي تم طرحها؟ أنا أعجبت جدا بكل المداخلات وبمستوى الضيفات الرائع، وأعجبت أيضا بأنه غريب، رغم أن لسنا حتى من جيل واحد، لسنا ساكنين في نفس المكان، ولكن يا سبحان الله الجميع عنده نفس الأفكار، كأننا كنا نتناقش في هذا الموضوع قبل أن نأتي إلى هذا المؤتمر. شكرا جزيلا. ممكن أصل إلى الوقت نصف دقيقة لكوثر، تفضلي. أنا إضافة عشان المؤتمر حقيقة أيضا عرض تجارب وضع المرأة الدول. نعم. وضع المرأة العربية في بعض الدول العربية. نعم. هذا ما كنت أريد أن أصل إليه في سؤال موجه لك بالنسبة للعلاقات البينية
دائما في مجال المرأة تبادل التجارب بين النساء في مختلف دولنا العربية. عفوا اليوم يعني طرح موضوع التجارب المرأة أو وضع المرأة في الدول العربية، ما بين تقدم ما بين تراجع ما بين الاثنين إن يكون، وبالتالي أعتقد أيضا الدور يعني الأساسي أيضا دور المرأة، يعني تتحمل المرأة وتتحمل الاتحادات النسائية والجمعيات النسائية دور كبير في النهوض بالمرأة وأخذ حقوقها القانونية. أنا أتكلم يعني في المراكز القانونية المتماثلة مع الرجل، بمعنى الوظيفة تكون نفس وظيفة الرجل، الراتب يكون نفس راتب رجل. أنا لا أتكلم عن الكويت لأن الرواتب كلها متماثلة، بس لما أتكلم عن المراكز القانونية المتماثلة إن ما يكون التفضيل للرجل على المرأة وإن كانت هي أكثر كفاءة سواء خبرة أو علم. فالتجارب اللي عرضت اليوم عن بعض الدول العربية ووضع المرأة أيضا وتمكينها في بعض المجالات خاصة في المجال السياسي والمجال الاقتصادي، إحنا عندنا في الكويت الآن المشروعات، مشروعات الأسرة المنتجة أنتوا بتسمونها مع تعاونيات نسوية، يعني إحنا مشروعات الأسر المنتجة هي تقوم بإنتاج أو تدوير أو تصنيع كلها، وأعتقد هذه إحنا بلداننا إحنا العربية. الميزة في هذا اللقاء حقيقة كان مفتوح، يعني الدكتورة لم تستعمل سيطرتها أو سطوتها كما يكون في المعظم، لكن مريح جدا، مريح جدا أيوة. وتلقائي ونعم عفوي. مريح عفوي يعني عفوي كان عفوي، فبالتالي حتى طريقة عرض التجارب كانت عفوية، يعني بس عفوية طبعا واقعية وواقعية إيه؟ يعني إيه بدون مدوسة. أي توجيه قصدك يعني أيوة. لم يتم توجيه مسبق كما يقع عادة في بعض المؤتمرات صحيح. يعني مجرد تلميع أو وهذا طبعا يعطي أنه في مجال حرية الرأي والتعبير، حرية التعبير وحرية الرأي والديمقراطية التي تتمتع بها موريتانيا. هذه الملاحظة اللي لاحظناها نعم. في طرح المواضيع أو طرح الأسئلة أو التعليم يعني نعم. المناقشات، وأعتقد هذه هي أيضا ميزة نتطلع احنا حقيقة أنا من خلال معهد المرأة للتنمية والسلام أن يكون بيننا تعاون مع مركز محيط مركز محيط سمي التنمية. التنمية في مجالات متعددة، يعني نتدارس فيما بيننا في المستقبل، فهذه أيضا من فائدة المؤتمرات وهو التشبيك بين بعضنا، نستفيد من الآخر في المجالات اللي تنقصني أنا أخذ أكمله من مجال آخر، فإن شاء الله تكون يعني والكويت أيضا ثرية في تجاربها فيما يتعلق بوضع المرأة سواء كان الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي. نعم طيب شكرا جزيلا لك، أعود إليك أستاذة كوثر عفوا نادية التركي، بالنسبة لك هذه التجربة في هذا الملتقى هذه المرة، أهم ما علق في ذهنك من خلال النقاشات من خلال ما دار في هذه المداخلات، وهل تريدين أو ترغبين في العودة مجددا إلى موريتانيا ولماذا؟ أوكي شكرا لك. أكيد طبعا هذا بدون كلام يعني بإذن الله، يعني ربي يعطينا الصحة والعمر أكيد إن شاء الله. بالنسبة لي أول شيء يعني كان مهم ولفت انتباهي هو اختيار الضيفات الموجودات، يعني أنا أحضر عدة مؤتمرات يعني سنويا بمعدل 10 مؤتمرات أو على المستوى الدولي، لكن أنه في دولة عربية نجد سيدات بهذه الكفاءة ما شاء الله، وكل واحدة عندها تجربة وراءها، تجربة عميقة وتجربة ثرية وحققت الكثير، يعني انتقاء الضيفات الموجودات في المؤتمر كان يعني ناجح وموفق 100%. لهذا يعني كان التناسق بيننا، التناسق في الفكر. قالت دكتورة مقفولة كأنه التقينا قبله وحذرنا، لا، لكن نحن يعني هذا الاندماج وهذا التوافق بيناتنا لأنه أهدافنا واحدة،
لأنه عملنا متشابه، لأنه كفاءتنا أو تجربتنا مماثلة لبعضها، رغم أنه كل واحدة من بلد، رغم أنه مثلا شخصيا أعيش في بريطانيا، مغتربة في بريطانيا، في أخت كذلك تعيش في فرنسا، أصولنا عربية، ورغم أنه المكان فرقنا لكن أهدافنا واحدة لبلداننا. هذا ما لفت انتباهي، يعني قيمة الضيفات كانت مفيدة وفيها إضافة كبيرة، كذلك تحمس ضيفات المؤتمر، كلنا متحمسات إلى أن هذا ليس مؤتمر وسيمضي ولن نرى بعض بعده، لا، هذا مؤتمر وبه سنبدأ مشروع كبير إن شاء الله ينطلق من موريتانيا ونواصل، حتى لو اجتمعنا مرة كل سنتين نحدد أهداف معينة نعمل عليها، ثم نجتمع لتقييم عملنا ونواصل ونبني أهداف جديدة تتأقلم وتتماشى مع التغيرات والتحديات الجديدة. شكراً. إن كنت سأعود لموريتانيا أو لا، طبعا أكيد سأعود، أريد أن أرى يعني ما شعرت به من طاقة إيجابية في هذا البلد الجميل الذي تشعر به، وهذا الشعور ليس وحدي، يعني كل الضيفات كنا نتحدث عن حجم السكينة التي يعني التي حسسنا بها في موريتانيا والهدوء. إن شاء الله بلد آمنا عامرا بإذن الله دائما إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتورة مقفولة، في أقل من دقيقة في أقل من دقيقة أقول إنه المؤتمرات بشكل عام دليل على النجاح الدبلوماسي في الدول، وتتسابق الدول كلها لعقد المؤتمرات، وما شاء الله نلاحظ في الآونة الأخيرة إنه موريتانيا ورشة لعقد جميع المؤتمرات الدولية فيما يخص التنمية، فيما يخص البيئة، فيما يخص حتى على مستوى المجتمع المدني، أيضا وركز على أن روح المبادرة أيضا عندها فرصة في هذا في هذا في 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 هذا الوقت، أنه من كل من عنده روح مبادرة فهو متاح له الفرصة ومرحب. شكرا جزيلا أستاذة كوثر، هل من إضافة قبل الختام؟ أنا أقول لكم سلام من أرض السلام الكويت. مرحبا. شكرا جزيلا لك، وتحيات أهل الكويت لك وعليها السلام، ونتمنى لكم إن شاء الله الاستقرار والازدهار الدائم، وأن يكون أيضا للمرأة دور أكبر وأكبر بقيادة أختنا الفاضلة الوزيرة، لا أقول السابقة، لا تزال لها أثرها ولها قوتها ولها كلمتها، فإن شاء الله نشوف أختنا الموريتانية تقلدت مناصب أكثر أكثر ما تطمح إليه، خاصة أن الكثير من القوانين عندكم تعدلت فيما يتعلق بوضع المرأة، واليوم كان هذا أحد المواضيع، كان التي أحد المواضيع وضع المرأة عندنا جيد جدا. نعم. فبالتالي إن شاء الله نلتقي على محبة وسلام وازدهار جميع بلدان العربية. شكرا جزيلا لك أستاذة نادية. بالنسبة لي أرى أن موريتانيا أرض واعدة وأرض ووطن مليء بالفرص والتحديات، وأبنائها وبناتها بإذن الله لهم الإرادة والقدرة على العمل معا، ومن حسن حظهم أنهم ما شاء الله رب يحفظ البلد بأمنها بالجو الديمقراطي فيها والحرية التي ينعمون بها، متأكدة سيكون لموريتانيا مستقبل أفضل بعد فترة قصيرة، وإلى الأحسن، إلى الأحسن أكيد. شكرا إن شاء الله. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه الحلقة من برنامج هذا المساء، أشكر ضيفاتي الكريمات الدكتورة مكفولة متاقات رئيسة مركز محيط التنمية وقضايا المرأة والسلم، شكرا جزيلا لك، وأشكر أيضا الأستاذة كوثر الجوعان محامية مؤسسة ورئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام بالكويت، شكرا جزيلا لك، وأشكر أيضا الأستاذة نادية التركي رئيسة ومؤسسة الأكاديمية الدولية للإعلام والدبلوماسية بلندن، شكرا جزيلا لك. أشكركم أيضا مشاهدينا على حسن المتابعة، تحية من فريق العمل، دمتم بخير، إلى اللقاء.